بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا ضاوضيال ولي واحد صعته هاوشي خارن أورنت السوق واهن السوق اللي جودي القوح عن كلكم مي وجوجة محمد طهر يا محمد موسى طهر ولا عبد الرزاق موسى طهر ولا فش عليه الحكم بينك ويدي يصير أو قارن كوس عضو يهاوش هالك مارس بركة أنا عبد الرزاق طهر ولا سود ويا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاوش صفي عم بيوصفها بقول كي ببقول ما أنتوا مالين جمعة ضد أظفر بدن ما مقارنة شوقة إلا مالك صوب بلابنتي إلا ما أنت أقول حاولوا قد أقول بدني هاي صفي عم بانو صعتها بقول كي ببقول وراك سنت هاوش وحن رجينا أنا وحن أكسنا كصوب حان قبل قبده إن شاء الله. عبد الله قد مركل ذلك حاسوس صو إلا جور ما يو كصعونا يا مقالة دين العك سالو وحن صعونا يسا إلا أيو تدبيو طبعا كبشة وأه ما لنت سنين تا أيو كو أكتهاي إلا أوروريو حملة دن أه مقالة دين لقى أوروريو العك تصيدن أيو صعتو كلامك لكن العك تضدك إن قارن كاه سوق لقى أوروريو دون بيها لو بتجي دون كاسو إيش كصعون دون هاي إن شاء الله بإذن الله لكن أنا أقول عن شاء يا أخوي لا تروي توضبش توضبش. إن وهجاك إن وصح إن روح نصو تعلم كنينا سؤال ويديوين محمد طهر إن محمد هو مية شرط عيد كله إن ضد خلاص حلقة من العج ما أورورين كرا أو كب حسن إذن كهوش عبد وطن مركب زلو. سؤال جديد شيء ما يحوش ميل بيكون صعبة شرع ما بيكون صعبة يا ده الشرع اللي هي العقول من الشرع بيكون صعبة قبل شرع السنة بيكون صعبة إن عيد أوريك تلعق وكبح سنة لا بكرة مو وجهه ما شفته والله جاي أدي أي شفته أنا هو الشرع ده ونقد لنا إن هو ريو قاب كده ون ويل كان عنده من هالكم كلام كله ردي كدوه وسخران عن ودي معين أوليان وملك العين مريان أنا سكر قال استعماله تاس واحد كين ساشر يضرو إن دم بين قط من كوج الكرام من بروك من كوج الكرام بكو عن وجب باقية ومدة سوماليات الدقة النوروي يهوش نلا وده جارهان تاليد سومالان يهوش أبعد وجوشته جواه وجوشته إن أول كم مليه إن الملك هو دبر العقدة إن أي ملك جاهز تهاي والملك هو رئيس أتو إن لوجو ترى قالي لو أكمل ديال لوجو ترى قالي ديال لوجو ترى قالي ملك هذا كسم أو شو نسوي 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 ولا ركع تدخل الصوب بحن إن شاء الله في عام في عام بيوصل تهم أو شو نقول ولا نروح حاجة في عام بنكون فهم محمد طهر إن هدوك الشرع بروها يستنا العك ورورسان هدوق في راه هدوق عن أهل نهيب مهريد كل جبتي مركتات كانوا لح مرايا مركوف كتام صماي كرا قف سيم ضحك الله مايا ما صماي كرا قف وكم دي هاي أهل كي ليش كبرتي دتك وذرت هاي ليش كبرتي أي العك الكتيسة غيب كيا قف أهل كبراء ليش كي جبتي غيب كيا العكس إنه يورون يوم ينور يلقى يورون يوم يعني هو يورون هاي عالم كله مجهول الشعب كا سومالي هي أمضى إسلام كا هي قال ذا المحتوى وين كورونا هي تدولة ده كورونا يعني هو ريكاب ده إنت هسيب تفهم نفسك الناس كبر تبغى مغلة مركا غبك إيه الكلام ده كم كم كوير كم هنا كم كم ترمي كم دولار ما كم دولار ما شو دولار غبك كل الكلام لكن بقول لكم 2 بليون طالب مستي العكة بدل يوميد انت تبريتي حويلي دي حالك انا بسرعة فكا ان تبرار بين ممكن انسا تبرار وائل بسرعة يلا بسرعة شرع الدرن ان واي عبد الساق ماذا حكوتر صح؟ وحن كوتر يا اون لبك المدود ان وحوي دادك اللقاء ورورينا يا العكة وإني أقادان إن أي أورورين يسوع هيئة وضعك الشرع كهيسته والله يذكر راعي شرارك أي جلين إن ضدك أي جلين أي قصة كذا بحضي إن هيئة على العكس لقوا أوروريو سأقول قرة أي قدر عضو
kadibna taa laga transfer gareeyo oo lagu wadanka looga diro ee marka cidii aan hay'adaas ka socon ee oo ay account-keedii iyo in iyo VIPs-keedii baa halka ku qoran yihiin hadda ku qabato balakaadkan oo VIPs-ka VIPs-keedii uu ka yahay account-keedii uu ka yahay ee labada wixii ka baxsan waxa weeye hadii ay cidii idinku timaado guriyaha oo lacag cash-ka ah dad baa loo xilsaaraya ururinaya oo iyaguna hay'adda uu ka socda dadkaasi wuxuu bay ku siin karaan uun haddii aad ku bixinayso account ama VIPs ku bixinayso labada halka ku qoran haddii ay wax kale haddii ay cash ku bixinayaan waa inay ka socdaan guddiyadii soo diray oo ay idiin sheegaan guddiyadaasi guddiga ay ka socdaan iyo cidda ay ka socdaan qaaraan ururinta intaa wixii ka baxsan waxay la tahay lacag aad marisay channel aan ahayn channelkii loogu talagalay suuqa waaheenna wax anfaca oo ay u leedahay in aanay jirin dadka dadkooda caawinaya isla gaarka u caawinaya dhibaatadu gaadhay waanu soo dhoweynaynaa laakiin iyaka ay shaksiyadooda ay khusaysaa laakiin inay suuqa waaheen ugu ururiyaan wax waxa weeye arrintaas waa arrin xaaraana weeye arrin dadku ku heshiiyeyna maaha waan iska arrin tuugatuugaysaabuusaga egtahay runtii haddaan raalli ka ahaada haddii aan ereygaasi u arin qaraar yahay laakiin waxaa iska egtahay arrin qooraqoraysi ah oo tuugatuugaysi ah dadku arrintaa inay ka foojignaadaan baan uga degaynaa intaasaanu kusoo gabagabaynaya warkayga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag su-aasha ugu dambaysa maxamed tahar qaadhaankii guud ee laysku qorqorayey isaga waxyaal xoog maad naga siin kartaa hawshiisii siday marka laga tagay qaadhaanki la ururinayo ee cid walba laga qaadayo wuxuu qaybsan yahay waxaan u qaabaynay isugu qaybinay intaasoo qaybood baa loo ururinaya qayb waxa weye qaybtaas shaarica aynu taaganahay ee shaarica lacagta la ururinay oo aan iska kaashanayno saliid somaaliland iyo hay-adda xanaano oo weel noo ah qaybna waxa weeye masaajidada masjidka weyne ku yaallo oslo soomaalida iyo masaajidada noogwey o dhan markisiga oo dhan oo hogaaminaya masaajidkaasi oo iyana ay hogaaminayaan guddida masiibooyinka qaranka oo iyana jaliyadda soomaalida halkan aanu ka midaysannahay oo aanu isku xidhannahay hay-adda xanaano iyo jaliyadda somaliland kasoo jeeda qaabka kalena waxa weeye jaliyadda somaliland oo si gaara iyadoo lacag isu saartay oo lacagtaa iyana si gaara u ururinaysa intaasoo qaybood ayaanu ku ururinayna qaaraanka marka laysku soo xidhayana marka hawsha saasay u socotaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed tahar iyo cabdirasaaq muuse isaguna waxay ka mid yihiin guddiga abaabulka hawsha qaadhaanka marka aad iyo aad baad mahadsan tihiin labadiinaba adaa mudan cabdishakuur aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida aad aan nasashada lahayn ee aad uga qayb tahay mashruuca iyo baahinta ma garanaysaayey warbixinada iyo ka qayb qaadashada faafulaynta aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa allah yaciisi waxaan rajaynaa halka kasii wadi doonto insha allah bidni illahi kariim aad iyo aad baad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantihiin hay-adda sharciga u haysata inay lacagta u dhuubata suuqa marka sidaa laydiin sheegay dadka lacagta urunaya iyo koomba ay ku dhejisan tahay ogeysiiska ama qoraalka ama wacyigelinta dhibaatadii gaadha suuqa u ahayd marka waxaa muhiima dadku inay sidaa ula socdaan waxaa kaloo iyadana adag inaanu qofku lacag ururin karin haddii aanu waxyaabaha lagu aqoonsanaya aanu sidan marka taas inay muhiim tahay marka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa waxaan shukuurkuusoo kudaafaya asalaamu calaykum.